الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحاديه اصحاب الفخامه نلتقي اليوم في لحظه فارقه نحن لا نجتمع من اجل التعامل مع التحديات الحاليه فقط بل لرسم خارطه طريق لمستقبل اقتصادي اكثر اشراقا واستدامه ويلبي تطلعات شعوبنا ان ما يميز هذه المرحله هو ان الابتكار والاستدامه تشكل الركائز الاساسيه للنمو الاقتصادي القادم لقد اصبح من الواضح ان النمو الاقتصادي لم يعد مرتبطا فقط بالموارد التقليديه بل يعتمد على قدراتنا على الابتكار وتبني التقنيات الجديده بالاضافه الى عاده التفكير في كيفيه استغلال الفرص المتاحه ان الاقتصاد اليوم بحاجه الى محركات جديده والقدره على رؤيه ما هو ابعد من الازمات الحاليه والبحث عن حلول تعيد رسم المشهد الاقتصادي العالمي بطريقه تحقق التوازن بين النمو والازدهار من جهه والاستدامه والعداله من جهه اخرى أصحاب الفخامة السيدات والسادة، إن دولة الإمارات تؤمن بأن الاقتصاد الحديث يجب أن يكون مرناً متنوعاً وقائماً على الابتكار. وعلى مدى العقود الماضية قمنا ببناء اقتصاد يعتمد على التنوع والانفتاح على العالم، ومع ذلك فإننا ندرك بأن النجاح لا يعتمد على الحاضر فقط بل على استشراق الم... المستقبل وتبني الاتجاهات الجديده التي تخدم مصالحنا ومصالح شعوبنا واجيالنا القادمه تفخر دوله الامارات بانها حققت قفزات نوعيه في العديد من القطاعات مثل قطاع الطيران والتكنولوجيا والقطاع اللوجستي كما تستضيف عددا من ابرز الفعاليات الاستراتيجيه على المستوى الدولي التي تمثل منصات اساسيه لتعزيز الحوار الاقتصادي الدولي وخاصه فيما يتعلق بالاقتصاد الاخضر والمستدام. ان الاقتصاد الاخضر يمثل اليوم احد الركائز الاساسيه لتحقيق التنميه المستدامه وفي الامارات نرى أن التحول نحو هذا النوع من الاقتصاد هو فرصة لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي. لقد استثمرت الإمارات في مشاريع كبرى للطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ونعمل على تطوير التقنيات حديثة تعزز من كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، ويعد دعمنا للتحول نحو الاقتصاد الأخضر جزء من رؤيتنا لتحقيق مستقبل مستدام يراعي الاحتياجات البيئية والاقتصادية للأجيال القادمة. أصحاب الفخامة من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة سيبا تعزز الإمارات علاقاتها التجارية والاستثمارية وتخلق فرصاً جديدة للنمو الاقتصادي. وتعد هذه الاتفاقيات من الركائز الأساسية في سياستنا الاقتصادية الخارجية، حيث تتيح لنا فتح أسواق جديدة وزيادة تنافسية اقتصادنا في الأسواق العالمية. وتعمل على تعزيز التعاون مع شركائنا، بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف. نؤمن في دولة الإمارات بأن بناء الشراكات التنموية هو مفتاح النمو المستدام. ومن ثم نعمل على توسيع هذه الشراكات وخاصه التي تعتمد على الابتكار مع التركيز المتزايد على القطاعات التي تساهم في الاقتصاد الاخضر السيدات والساده في نهايه اجتماعنا اليوم برئاسه فخامه الرئيس فلاديمير بوتين فاننا نؤكد ان الاعلان المشترك الذي سيصدر عنه سيكون خطوه مهمه جدا نحو تعزيز التعاون بين دولنا ووضع إطار عمل مشترك للمضي قدما في مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق أهدافنا المشتركة وشكرا جزيلا